تعالى يمكن واحنا بنتكلم ويمكن في بداية الحلقة ما كانش هينفع أصلا نبدأ الحلقة من غير ما نقوم بتعزية الشعب المغربي في وفاة ضحايا الزلزال، ربنا يرحمهم جميعا. وخلينا يمكن نتابع أثار هذا الزلزال المدمر للأسف الشديد، ويمكن قدامكم على الشاشة بعض اللقطات من الدمار اللي سببه هذا الزلزال، وعاوزين نعرف أكتر عن اللي بيجرى. معانا من المغرب الأستاذة سعيدة الكامل كالكاتبة والإعلامية المغربية، أهلا بك يا فندم، والبقية في حياتكم وتعازينا في يعني كل من يعني توفاه الله نتيجة هذا الزلزال، ونأمل بأنه كمان المصابين يقوموا بالصحة وبالعافية. شكرا ولا أراكم الله مكروها. اللهم آمين. مهم أن إحنا نعرف يعني مستجدات ما يحدث تأثير هذا الزلزال على المناطق اللي تم للأسف الشديد تضررها من هذا الزلزال. عدد الضحايا وصل إلى كم حتى الآن؟ أيضا الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال. أستاذة سعيدة، طيب واضح أنه الخط ما كانش مظبوط قوي، هنحاول أن احنا نعود الاتصال مرة تانية بالأستاذة سعيدة الكامل الكاتبة والإعلامية المغربية. يمكن قدامكم زي ما كنت بقول لقطات مصورة من المغرب حول الدمار الذي تسبب في هذا الزلزال، ويمكن لازالت المحاولات الحقيقة مستمرة في مسألة البحث عن بعض من الضحايا أو كل الضحايا قدر الاستطاعة، لعل نحن نجد البعض لازالوا أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه يتم إسعافهم بشكل سريع وعاجل. مثل هذه الكوارث الطبيعية بالتأكيد بتتسبب في أيضا خسائر اقتصادية كبرى، لا نتمنى على الإطلاق أنه مثل هذه الكوارث تحصل، نتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين، وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يتغمد برحمته وبمغفرته كل من توفاهم الله نتيجة هذا الزلزال في المغرب الشقيق. طيب إلى أن نعاود الاتصال بالأستاذة سعيدة الكامل. الأستاذة سعيدة معنا؟ سابع. نعم معلش احنا اسفين أتكلم. الظاهر انه يعني في عيب في الاتصال، لعل ان الشبكة كانت مش مظبوطة او حاجة. زي ما كنت بقولك انه يعني احنا مهم عندنا ان احنا نعرف المستجدات اللي حاصلة، هل تم العثور على يعني احياء جدد تحت هذا الركام؟ ما الذي يحدث لديكم الان في المغرب؟ نعم، عملية الإنقاذ لا زالت متواصلة على قدم وساق، كافة السلطات مجندة لهذا العمل، وكذلك المواطنون بحدود الساعة مع السابعة مساء أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الضحايا بلغ ما يزيد عن 1300 من القتلى، وأن عدد الجرحى حوالي 1800 منهم 1200 في حالة حرجة. هذه آخر الأرقام المعلن عنها من طرف خلية الأزمة التي التابعة لوزارة الداخلية، مع إلى حدود الساعة السابعة بتوقيت المغرب. كذلك اليوم عرف عقد جلسة عمل رأسها الملك محمد السادس وولي العهد مع مجموعة من المسؤولين الكبار، من ضمنهم يعني القوات المسلحة الملكية وأعضاء في الحكومة المغربية على رأسهم رئيس الحكومة المغربية، من أجل يعني تدارس هذا الوضع المستعجل، وكذلك النظر في كل الآليات المستعجلة لمد العون للناس المنكوبين هناك، خصوصا في منطقة الحوز وضواحي مراكش، حيث العديد من الأرياف القرى الصغيرة تقريبا يعني لم يعد يظهر لها أثر بكثرة المباني التي تهاوت وتساقطت. وقد تم وضع خطة عمل مستعجلة تتضمن كذلك إعادة تأهيل وإعادة الإعمار لتلك
المنطقة في 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 برنامج يعني استعجالي، لكن الآن عملية الإنقاذ لا زالت متواصلة، على ما يبدو أنه الرقم لا زال مرشحا للارتفاع، سواء من حيث عدد الناس الذين توفوا أو من حيث عدد الجرحى كذلك. تصل فيديوهات مفجعة ومؤثرة كثيرا يعني من المنطقة بمنطقة الحوز وضواحي مراكش، حيث الناس لا زالت تستغيث يعني رغم الجهودات التي يقوم بها كل الأطياف الدولة والمجتمع المدني والمواطنون الذين جندوا، ويعني تم التعبير عن مظاهر تآزر كبيرة جدا. المغرب تلقى الكثير من الدعم دوليا وكذلك المواطنون فيما بعضهم مراكز تحقن الدم، كان هناك تواجد كبير هذا اليوم على مراكز تحقن الدم من أجل إعطاء تبرع بالدم للضحايا هناك بمراكش، وكان الحقيقة وجهت المراكز نداء من أجل أن تتوفر على كمية الدم الضرورية، لكن في الحقيقة العدد الذي كان أقبل على تلك المراكز كان كبيرا جدا. إذن الفاجعة لا زالت مستمرة، الخوف لا زال مستمر، حتى أن هناك يعني في بعض المناطق بأجدير وبضواحي منطقة الحوز ناس الذين قرروا أن يبيتوا اليوم كذلك خارج البيوت في الحدائق وفي الساحات العمومية خوفا من تكرار هزات، رغم أنه الخبراء يقولون على أن الهزة القوية قد مرت وإن كانت هناك ارتدادات فهي ضعيفة، لكن حالة الهلع لا زالت مستمرة، وهذا مفهوم، فالأمر مفاجئ وغير متعود عليه، يعني رغم أن المغرب عرف زلزال سنة 2004 بمنطقة الحسيمة وكانت كذلك الحصيلة ثقيلة، لكن لم يكن بهذا العنف، يعني لمدة قرن لم يعرف المغرب زلزالا بهذا العنف الذي وصل إلى معدل 7 على 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 سلم ريشتر، ولو أنه يعني لا قدر الله أنه مركزه كان يعني في المنطقة الآهلة لربما عرفنا عددا أكبر من الضحايا، لكن المركز كان في منطقة خاليا نسبيا يعني في 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 الجبال، فالارتدادات التي وصلت هي التي اعطت هذا الرقم من 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 الضحايا، لكنه يبقى زلزال عنيف جدا لم يشهد له المغرب مثيلا منذ قرن. يعني ماذا اقول لك، تم الاعلان عن حاله انشداد لمده 3 ايام مع تكنيس الاعلام، وغدا سيصلى على الضحايا صلاه الغائب في كل المساجد. لا أرانا الله مكروها لديكم أبدا، لا أرانا الله مكروها لديكم أبدا يا أستاذة سعيدة، ويعني كل اللي نقدر نقوله رحم الله كافة الضحايا. بننقل إليكم تعازينا بشكل مباشر من برنامجنا التاسعة التلفزيون المصري، الإعلام المصري ككل، بل إن كل الشعب المصري يشارككم هذا الألم ورحمة الله على الجميع. بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يتغمدهم بوافر رحمته وبمغفرته ويسكنهم فسيح جناته. بنتمنى أيضا إنه الضحايا، وكما فهمت منك أنه أغلبهم في حالة شديدة الحرج، نتمنى أن هم كلهم يقوموا بالسلامة، ويعني نتمنى أنه يمكن في مكالمتنا الجاية نكون بنتحدث في شيء يكون جيد لأجل الشعب المغربي، لا نتحدث في مثل هذه الأمور المؤلمة بقدر ما هي مؤلمة لديكم بقدر ما هي مؤلمة أيضا على قلوبنا. شكرا جدا ليكي أستاذة سعيدة الكامل، الكاتبة والإعلامية المغربية.